مشاهدي قناة شوف تيفي مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة، وفي اليوم الثاني من حضر التجول الذي انطلق مساء أمس الأربعاء. إذن بعد إغلاق أهم المحاور الطرقية وسط المدينة بشارع محمد الخامس بالحواجز الحديدية، إذن حالة انصفار أمني من أجل الوقوف عن المخالفين لخرق الحظر التجوال والتأكد من هويتهم. إذن هكذا تبدو شوارع المدينة في اليوم التالي من حظر التجول. عناصر شرطة المرور التي دائما في مقدمة وفي مواجهة كوفيد 19 منذ بدايته بالمغرب مارس الماضي، تسهر على حماية أمن وسلامة المواطنين. إذن تحية لعناصر الأمن الوطني من مختلف رتبهم الصائرين على حماية وأمن وسلامة مغربنا الحبيب. إذن دوريات أمنية مكثفة بأهم شوارع المدينة. وانتشار لعناصر الأمن بمختلف المحاور الطرقية قصد زجر المخالفين الذين يخرقون حظر التجول الذي انطلق أمس الأربعاء. الذي انطلق أمس الخميس عفوا الأربعاء في إطار التدابير الاحترازية. وفي إطار التدابير الاحترازية الجديدة الصادرة عن اللجنة العلمية الخاصة بتتبع الحالة الوبائية بالمغرب، فكما هو معلوم تقرر ابتداء من أمس الأربعاء على الساعة 8 مساء إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية على الساعة 8 مساء، والإغلاق الكلي للمطاعم وحظر التجوال ليلا ابتداء من الساعة 8 مساء. إذن مجموعة من الحواجز الحديدية تم نصبها بأهم المحاور الطرقية لطنجة، مراقبة أوراق السيارة بالنسبة للمتجولين عبر السيارات ما بعد التاسعة ليلا والتأكد من الهوية. شنو قلت واحد يمشي؟
إذن مشاهدينا الكرام سمعنا مباشرة من طنجة نقول لكم الأجواء ليلا بعد حضر التجوال بشوارع المدينة. إذن نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الانقطاع المفاجئ في شبكة الاتصالات. إذن عدنا إليكم مشاهدينا. إذا مشاهدينا الكرام ثم زدتم معنا مباشرة من طنجة في هذا المباشر نقول لكم أجواء اليوم الثاني من الحملة الأمنية بعد حظر التجوال ليلا بأهم المحاور الطرقية. إذن على وحدة عناصر المرور منتشرة في مجموعة من أهم الشوارع الرئيسية من أجل التأكد من هوية أصحاب السيارات الذين يتجولون ما بعد التاسعة ليلا. كذلك حضور لعناصر النجدة 19 إذن برافو لساكنة مدينة طنجة التي امتثلت لقرار حظر التجوال على الساعة التاسعة ليلا والصورة تعبر عن ذلك. شوارع فارغة من المرة باستثناء بعض الحالات الخاصة والحالات الاستثنائية إما خروج المواطنين من العمل ليلا أو الالتحاق بالعمل ليلا أو حالات استشفائية.
إذن إخبار المواطنين الذين ما زالوا يتجولون عبر سياراتهم الخاصة بعدم الخروج ما بعد الساعة 6 ليلا طبقا لقرار حظر التجوال الصادر عن الحكومة ابتداء من 23 دجنبر الجاري لمدة 3 أسابيع. إذن سيارات الإسعاف التابعة لكوفيد 19 ما زالت تتنقل من أجل أخذ المصابين إلى مستشفى دوق دي توفار لوضعهم تحت العناية الطبية. كما تابعتم معنا فطنجة اليوم تسجلت بها مشاهدينا الكرام 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ده الارتفاع ملحوظ من جديد على مستوى مدينة طنجة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. فمزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، فيروس كورونا ما زال يتعايش بيننا ويقتل في صمت وينتشر بشكل رهيب. إذن حواجز حديدية تم وضعها بمعظم الشوارع الرئيسية بالمدينة، سواء بشارع محمد الخامس أو بكورنيش المدينة أو بشارع بلجيكا، بساحة الكويت، ساحة الجامعة العربية، مجموعة من المحاور الطرقية الهامة التي تم وضع فيها حواجز حديدية وانتشار لرجال الأمن خاصة عناصر شرطة المرور وعناصر الشرطة. من أجل مراقبة المخالفين لحظر التجوال الذي يبتدئ من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 6 صباحا. مشاهدي قناة شوف تي في، شكرا على تتبعكم أينما كنتم لهذا المباشر من طنجة. نقلنا لكم أجواء اليوم الثاني من حظر التجوال ليلا الذي يبتدئ من 9 ليلا إلى 6 صباحا. هذا القرار الصادر عن الحكومة اعتبارا من ليلة أمس الأربعاء ويستمر إلى غاية 3 أسابيع. في إطار التدابير الاحترازية الجديدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا،
خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس. إذن مشاهدينا الكرام، مزيدا من الحيطة والحذر، بقوا على بال، الله يخليكم. ما بقاش قد اللي فات، قريبا إن شاء الله تبدأ العملية الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 اللي خصنا نخرطوا فيها جميعا باش نقويوا المناعة ديالنا ونتصداو لانتشار هذا الفيروس. إذن مزيدا من الحيطة والحذر مشاهدينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.